ما تخليني يا سارة. خلينا في الموفيد عاركم شو يقولوا مقابلين ميري كتحب نسمعها. شكون باباك حب يشوفني؟ قولتي لو تصفرتي حشمتي يا كيفاش؟ جا عندي القهوة. مرحبا به الوقت اللي حبه كاش نهار علاش ليلة غدوة. والو ما صرا والو. انا قلت كش من وجدت له ولا هذا ما كان. مرحبا به جميل. كوبي جا المعلم. الخدام كوبي تبزا ما روحت. انا كنت نعمر الفريقو باش نربح الوقت ان شاء الله غدوه الصباح. راه كاينه جملين و665000 نقص لها 2000 تاع حمدان تاع القهوه ما خلصهاش ونقص 1500 تاع سليمه تاع لاتاي بالك بلادي مازال ما فيراوش وانا راني شارجيت 100000 في التليفون. نورمال نحالي الشهر الجاي. نحالي الشهر الجاي. الشهر الجاي كنت نحالي تاع الشهر اللي فات. نحالي الشهر اللي ملاه. راهم كاع كليتهم في التليفون. ان شاء الله هاد الفيونسي جديده تكون تستاهل برك. وشنو هاد المره ان شاء الله سي سيريو. طفلة تبارك الله لو كان تشوفها تفهمني عمي. لا انا نفهمك هذا المسلسل كاع راني حافظه انا فاهم؟ هيا روح بلع قهوة وباغا غدوة تنوض بكري. ميمون نتك على ربي وعليك لازم تعاوني يا عمي ميمون. وانا فاه نعاونك انا. اواه صاحبي ولو هذيك ما تهضرليش عليها انا ما نجمش. اقول له انا معلم. انت المعلم وانا سيرفر اون بليس انا سيرفر تاعك. والله غالب يا عمي ميمون انا كذبت عليها وقلت لها قهوة قهوتي نتبادل طفرت خلاص. الا طفرت غادي تطفر فيا انا يا صاحبي. انا راني متزوجة ولدي وراني غرون بير. جوستومون لازم تعاوني باه نتزوج ثاني نكون ولي غرون بير. اواه على حسب شوف صاحبي هذه القلية تاعك والحيدات تخرج غادي تولي بتي بير. بابا راه جاي غدوة باش يشوفني قبل الخطبة. ومواسبني بيان برزقي برزق كون عجبو. وعلى حساب ما قالت هي بابا حاجه كبيره. ما يكونش تاع مسؤول تاع لي زامبو هكا ولا حاجه كيما هكا. على حساب هدرتها الفوق وش بيك صحيت. شحال راك باغي تولي معلم؟ نص نهار برك بالك ميم با هو غير يخرج من الباب نعاود نولي بلاصتي. ماذا بيك؟ معلم الا والف كرسي ولا كاس ديغراداسيون راهي تجيه واعره. صح فرحتني. شنو فرحتك وان شاء الله يعطيك الصحه كيش ما عطيتك كلمه انا. رفاه انا مريضه وليدي الريك جاي عند السته باه نشرب الدواء برك. قول يا خويا اش تكاين؟ اسباب امنيه لازم نفتشك. خويا واش كاين؟ قول يا شيخ صاريها المخ خويا الايروبور هذه يا صاحبي. انا على بالي انا قلت لك اسباب امنيه. شكون فيكم القهوه؟ قهوة وين مول القهوة؟ واش بك يا ميمون راك تطلع ميموار القهوة تاعك؟ أنا مول القهوة؟ لا عندك خويا أنا بديتيها هاد السيمانة. باينة أنت هو مول القهوة. تعرف خير منها؟ نقدم نفسي أنا شا بروتوكول تاع الوزير وماذا بكم تهلاو في حوجة يشرب قهوة. الحالة راهي مأمنة يقدر يتقدم. سيدي وزير ديجا تناسبتو؟ اروح مخ ولدي لك شي حاجه ولا قول له حنا شرطه. قول له وين؟ متعرفين بك
مرحبا بك. كل شرف لي يا ولدي، كل شرف لي. صح، هذه مفاجأة كبيرة ما كنتش نستنى فيها. الوزير كيف وكيف الناس؟ ما كنحتبش كل وليدي. هذا تواضع منك يا سيدة الوزير، لكن على بالي بلي عندك مسؤوليات، عندك تظاهرات، عندك ميزانيات، عندك انشغالات، عندك اقتراحات، عندك ندوات، عندك انتخابات، عندك تنقلات، تفقدات. عندك الحق وليدي، مسؤولية كبيرة. بصح اليوم ما جيتش بصفتي وزير. لا، على بالي بها معالي الوزير. أوه، قالوا لك بلي راني جاي؟ الوزير. السلام عليكم سيدي الوزير. ميمون مولا سيرفر ديالي. نستعرف فيك تاع الصح. شوف راك جبت السيرفر قديم كيما القهوه. الله يبارك، لازم تحفظ عليه قد ما تقدر، رد بالك. شوف الله يبارك، الله يبارك. السيرفر هو كلش. شكون اللي يحل القهوه؟ السيرفر. ايوا، شكون اللي يدير القهوه؟ سيرفر. شكون اللي يسربي القهوه؟ سيرفر. شكون اللي يغسل الفناجل؟ سيرفر. شكون اللي يغسل المعن؟ سيرفر. شكون اللي يغسل القهوه؟ سيرفر. شكون اللي يقفل القهوه؟ سيرفر. سيرفر شدي. وزيد نقول لك حاجه، هذه اول مره وين لقيت معلم صغير على السيرفر. هذه حاجه يا اختك. صح، تشرب حاجه مع الوزير؟ دير لي قهوه على كيف راهم قالوا لي. قهوه ميمون هي المخيره. هاكا سيد الوزير، دومون تاعي او فيه النمرو تاع التليفون، ولا عيط لي بالماسكين نمر نشانيك. معليش احكم عليك. شوف يا ربي راه عجبو الحال. مادام ساكت ومكوفري عليك، انا ما عجبني الحال. اسمح لي نروح نشوف نسيبي. مخ روح قول لنسيبي، قول لها يساعدنا بها نوسعوا شويه القهوه، وما تنساش تانيك على الباهي كاجوج بيوت وكوزينه في سبيل الله. اصبر يمد لي الطفله وما تسهل عمي ميمون في القاص والحنا. ميمون نقي سربي شوف شنو عندك، باش نبان انا والمعلم. راني نادم 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 نادم. يا ربي كاش ما نزيدكم حاجه ولا سيباراتون. يا جماعه ماكش تخسر مع فاميلتو في غردو. يا سمحوا واش مختار الوزير تاعك وحدك؟ رانا نسالو فيه كاع. يخي حالة فيك يخي. بلاكم بلاكم. معليش 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 يا وليدي معليش. الوزير نقول لك لازم يكون قريب للمواطن، ولازم يحس بالمشاكل تاعو. واللي يهدرني هنا هذه راني موافقك فيها يا سيد الوزير، وما تقلقش هذو كامل زيد تلاقى بهم في العرس ان شاء الله. العرس؟ من العرس؟ شمن يا سيد الوزير؟ نزيدوا لك قهوه. ايه من فضلك من فضلك، قهوه وعليها الكلام. غير بخاطرك. ميمون قهوه سيد الوزير واتي لي. يا حسره، عمري ما كنت نظن بلا قهوه كما هذه. فكرتني في الايام، فكرتني في صغري، رجعتني 30 سنة للورا. كنا نصيبوا قهوة شعبية هكا اللي نلقاو فيها جميع الناس، نلقاو فيها الفقير الغني، نلقاو فيها المسؤول والموظف، نلقاو فيها الرياضي، نلقاو فيها حتى الفنان. ما تقدرش تصور قد راني مرتاح الآن، حتى بالمسؤوليات نتاعي نسيتها. قول لي شكون اللي دار الديكور هذا الكل؟ أنا سيد الوزير، القون تاعي هذا. وهذاك اللي راك تصور ليه وعنده لي ميداي ولي كوب، شكون؟ قلت لك راه حتى بابا الله يرحمه أونسيان بوكسور. فهمني ميمون كيفاش حنهضر معاك أنا دركا، مرة كاس، مرة طبسي، مرة قرعة، بزاف. بزاف نحملك من الشهرية نحوزك واش ندير لك؟ معليش يا وليدي معليش معليش معليش. ارتاح ارتاح يا وليدي بالعقل. معليش بيك هكذا، هذا راجل كبير ولا غالب عليه والشعب كبير، لازم تسعفوا. لازم نزيد تسعفوا اكثر واكثر، زيد اعطيه ساعه ساعه خدمي لي بولبوار ديرهم. اسمع في وش السيد الوزير برك كيفوت العرس نتفاهموا عليها. ثاني احترم روحك واش بيك هكذا؟ كبير ماك صغير هو تكسر الفناجل كما طفل صغير. ثاني يا سيد الوزير على وجهك راني صابر. معليش معليش بس
بصح لازم تحتفظ بالقهوة هذه. هذه القهوة راهي تاريخ. شبيه؟ لازم توقف عليها. أي كلي رزقك شبيك؟ سقيها ورزقنا. راه واش خدمتك راه؟ ماذا بيا سيدي الوزير وكان ندخلوا في الموفد؟ معالي سيد الوزير بالكل البلدية الأخبر. سيد الوزير أهلا وسهلا. تقبل تحياتي الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفنية. سيد الوزير كنا علمتونا من قبل كنا ندير لكم لجنة ترحيب. معليش بارك الله فيك بارك الله فيك. مخ ما تسميش الوزير. أحترم روحك يا سي موظف البلدية. كيف اسمك بعد؟ سليمان. على بالك ما عم تتكلم؟ المختار. راك تتكلم مع أحسن وأروع محافظين على التراث الثقافي الجزائري. راك تشوف؟ مخ أروع وأحسن محافظ على التراث الثقافي الجزائري؟ أنا راك شاك في كلامي؟ لا 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 لا. اسمح لي سيد الوزير أنا الغلط. سميمون يا إما كاينة حلقة راحت لي والله ماني فاهم فيها والو. تبان لي كاينه حاجه ماشي في بلاصتها. اي تبالغ بالخير كلشي راه في بلاصتها. مختار واش راه يدير مع الوزير؟ يا سيبه على باغي تكتب له كلمه تقطيع الشرط هاك لا تيتعرف. شوف نكتب له كلمه ترحيب في التاريخ ما صرتش. قاعد المختار احسن محافظ على التراث الثقافي الجزائري بما لا انا بنبديس. انه لمن دواعي السرور وباسمي. قولي تاكل كروكي تاع اليوم. سيدي معالي الوزير وباسم المجلس الشعبي البلدي وأعضاء أنا لازمني نمشي يا وليدي. ارتباطات نتاعي راهي تستنى فيا. مرحبا بك في كل وقت سيدي الوزير. على كل حال راني فوت واحد الوقت هايل 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 في هذه القهوة. الله يسلمك هذا الشيء شرفنا سيدي الوزير. الله فيك بارك الله فيك. الله يسلمك سيدي الوزير. المشروع الشخصي اللي بيناتنا ما هضرناش عليه. وين المشروع؟ سيدي الوزير العرس سارة الزواج. بغيت تتزوج. كل شيء مبروك يا ولدي كل شيء. كيف قلت لي سبعة؟ سارة الله يبارك الله يبارك الله إن شاء الله يا ربي يجعلها لك بنت حلال إن شاء الله يا ربي. شوف أوليدي نعهدك يكون عندي وقت صغير غير نحضر للعرس نتاعك بفرح وسرور. سيد الوزير هيا بقى على خير بقى على خير. سيد الوزير عندي واحد الكلمة نقولها لك. أنا هو ميمون مون قهوة. شفت كيفاش هذا وين فهمتني؟ راني قلت لك وفهمتك باللي القهوه هذه راهي رزقك ولا ديرها كلي رزقك لازم توقف عليها لازم تحافظ بها. بصح رد بالك تعاود تزيد تكسر الكيسان راه كبير سيدي. احترم روحك شويه يهودي حوزك. نقدر تحرك راي معنا سيدي الوزير نقدروا لا 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 هيا بقاو على خير بقاو على خير على خير. السلام عليكم. سميمون اسمع هذه الكلمة وقل لي وش رايك. سيدي الوزير بصفتك عضو حساس وناشط في البلدية نرحب بكم في بلديتنا الصغيرة الحجم كبيرة القلب وإنه لمن دواعي سرورنا. يا سليمان. نعم الوزير راح. واه صاحبي وخاصو كيما هذه انا راضي هنا وزير عندي هنا في القهوه وتقول لي انت يا سيبك وزير انت يا سيبك وزير انت ما فقتش بروحي يا صاحبي
ما فقت بروحي. نهار اللي جا فيه الوزير انا كنت سيرفر، مي مو سيرفر. ها ما تحشمش على روحك هالقلاي. ها ها تدر الديكور تاعو، تدر الديكور في هذا تاعو. ها ها حوجي انا بهدلني، ها حوجي انا بهدلني، الله يجيب لك مصيبه. شكون هو اللي غسل المعين؟ سيرفر. شكون هو اللي سيق؟ سيرفر. شكون هو اللي سربي؟ سيرفر. شكون هو اللي بلع بيبان؟ سيرفر. شكون هو سيرفر؟ انا. شكون هو المعلم؟ انت المعلم. هذه هي انا حوس عليها. السلام عليكم خويا. السلام طلاب. نقدر نشوف المعلم؟ هذاك المعلم خويا. انا هو المعلم. راك تشوف خويا رانا نسيقو، رانا مبلعين البابا. انت المعلم؟ انا هو المعلم. راك تبان لي كبير. لا انا زدت في عامي، هذاك هو. انا تعيط لك ماما، غاد لك رواح. احوجي انا ها هو هذا الضيافه اللي يجوني وقت الحشاء. طلعي بنتي، طلعي دلاكم، طلعي طلعي عند امك بعد نجي. هذه بنتك؟ وهذه بنتي. عندي هذه وعندي كبيره متزوجه عندها بيبي. انا جد. وتشك صحيح وما تحشمش. كان شيء يتمسخر بالطفله. المخ شكون هذا؟ نورمالمون ولكن راح يكون سيبي. بالي بلي حاجه كبيره. خير الناس.